السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: حكومة العبادي تقوم بهدم منازل المواطنين في عدد من مناطق العراق وتقوم بتهجيرهم. وفي العنوان الثاني لدينا: شباب محافظة المثنى يوجهون رسالة إلى السياسيين الراغبين بخداع المواطنين وقت الانتخابات فقط. وأيضا ضمن عناويننا: بسبب الفقر والحرمان عراقيون يقومون بأخذ حنطة وقعت من إحدى سيارات النقل بسبب حادث سير. وآخر العناوين: مظاهرات في محافظات كردستان العراق ضد قانون الادخار وكذلك ضد نقص الخدمات. في أول أخبارنا، قامت القوات الحكومية وبلديات بعض المناطق في مدينة الكاظمية ومناطق أخرى أيضا بهدم منازل المواطنين في عدد من هذه المناطق، وكذلك قامت بطرد الساكنين وتهجيرهم. فلنشاهد. مدري بابنة، مدري بي، مدري بحافيته، الله هذا أبو الكون كله، ما يخاف من الله. والله كرسي ما خلوه قلع، شوفي داخل، شوفي المكان، خلي يموتون النبي، خلي يحفرونا شان سبايكر لما حفره لهم ودفنوهم، هم خلي يحفرونا ويدفنونا. ما عندهم جيش، اي أحسن لنا، لا والله ما يخاف. هذا واحد قاعد ولا ست اشهر يكيف عمي، خلي طينا ست اشهر يا باشا، ينطق ست اشهر. يقول لك الشركه، الشركه تجي، يقول على طريق الشركه جايه. احنا ما نقدر، احنا ما نقدر، ما يخلونا، ما يخلونا. هاي الوضعيه اللي نشوف الحاله، جابوا لنا الدوله كلها، دوله شرطه وبلديه، ومو تعرف الجايبه الميليشيات جايبها وياها شنو هي، ما تعرفها، ما ادري ميليشيات قاع، مثل ما يقول قاع مال اجدادنا احنا زارعيها بنهم جدا. هذا النخال بالبرجان هذا كله زقينا احنا، هذا من لحد من وعينا لحد هذا اليوم. هاي النخله ايش كبرها، يجي على ساعه يريد يمردها. هاي الهروش، هاي المشمش، هاي الرمان، هذا البيت الهجمه جايبينه، ما تعرف اشخاص جايبه شنو، كلها داعمها بفلوس، دهجم على من بيوت. من هو؟ هو هذا المستثمر، المستثمر جايبينه اشكال والوان وكلها داعمها بفلوس علينا. ابو البليه داعمه بفلوس، الشرطه الوياه جايه بفلوس، عالم ما تعرفه وياه جايه بفلوس، ما تعرف شنو المصير مالتنا، ما تعرف. وجايبنا هاشكال والوان، ما نعرف، وما تجاسرنا وياهم، وما مثل ما يقول تعرفنا. قلت له فلش، شو تريد تسوي؟ سوي براحتك. عالم جوا اطفال وجهال ونسوان، وروح شوف الصفحه الفلاشه من اكمل البيت كله ليل، ما تخاف الله، ماكو ضربات الله. يعني بس ابدا اشوف حامد غزين، بس ابدا اشوف هاي العائله هسه منطشرتها وشيلت العالم، هذا المسكين منو اله؟ من شايلك حجي؟ انا قال الحكومه شايلتني. يلا ها شوف جهالي غراضه بالشارع، شوفهم حطوا جركم، حتى فلوس باعتي، قال حتى هاي ضاربين وهاي النسوان، وشوف يعني حتى الله يرضى. ويجيك السياسي يقول لك بويا تعال، بويا انتخبني، هاك يلا. هاي شنو ذنب هاي الاطفال؟ هاي تقطع كهرباء، هاي ماكو قطع عيش لطاهم. يلا هذا رجال كبير، جزيره منطيك بالجزيره، الله يقبل محمد. بس هذا وين يروح؟ جهاله بالله عفوه، يلا هاي الجهال منو اله؟ سلامة غاتنية ترى. يلا ها هاي من طلعت شفلات ومردت هاي القاع كلها، ها يلا منو اله هاي العالم؟ غير قال اسبوع وجرنا كهرباء، ومن ناس تدارب على مود الانتخابات الله. هاي على مود الانتخابات بلش هاي الناس وطاهم قطع وقطع، حتى ما إلها وجود، ما إلها كل وجود. حامد الزعيم. نوضح مشاهدينا الكرام أن تفسير السلطة لهذه الأمور هو أنهم مخالفون، أن المواطنين مخالفون للقانون ببنائهم منازل أو بأخذهم قطع أراضي واستخدامها بتجاوزات تعتبر. ولكن عندما يكون الوضع في العراق هو وضع يجب أن يكون استثنائيا، عندما نرى بأن ملايين العراقيين الذين دمرت منازلهم بسبب العمليات العسكرية التي قامت بها هذه السلطة، وحتى الآن هم في العراق
لم تقم بإعمار منازلهم، لم تقم بإعادتهم إلى منازل تأويهم من برد الشتاء وحر الصيف ومن هذا الجو في العراق. عندما نرى بأن السكان بالملايين في المخيمات في العراء وهي تسير الآن إلى المحافظات الأخرى بغداد وغيرها وتنزل إلى الجنوب لكي تقوم بنفس الأعمال التي قامت بها في المحافظات الغربية، هذا ليس قانون. عندما لا يطبق القانون على مخالفين سياسيين مخالفين استغلوا أموال وبنايات السلطة وأخذوها وسيطروا عليها ووضعوا اليد عليها، يعني يجب أن تحاسب السياسيين قبل أن تأتي إلى المواطن البسيط. في الخبر الثاني، شباب في محافظة المثنى تحديدا في منطقة آل توبة قاموا بتوجيه رسالة إلى مجلس المحافظة والسياسيين الراغبين بزيارة المحافظة لإعطاء الوعود إلى المواطنين كما هو الحال قبل كل انتخابات، فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أوجه رسالتين، رسالة إلى شباب آل توبة، أحب أذكرهم طبعا مظاهرات وخلال الصيف سوء خدمات وما حد نفذ مطالبهم، وعود كاذبة. فأجت الانتخابات وإجوا وقت التغيير. ورسالة ثانية، رسالة ثانية إلى الأعضاء، أعضاء مجلس المحافظة ومجلس المال، السيد هادي الأسدي والسيد إبراهيم الميالي وخديجة أكمزة. رسالتي لكم، لا تجون لآلتوا الله، آلتوا مو بحالكم وما راح ينتخبونكم، آلتوا ما ينتخبونكم. أنتم ما قدمتوا شيء خلال 8 سنوات، بس وعود كاذبة ووعود مزورة أصلاً. أنت تجي تقول لي أسألك شارع حسي وجايب لي سبيسات وجايب لي محاولة وتقول لي انتخبنا على مدى وبعدين أسوي لي ذني؟ عمي ما شفتوا نايمين خلال 8 سنوات، شفتوني جيتوني وصلتوا ليني؟ عمي ما ننتخبكم، لا تجون. هاي رسالة من شباب التوبة وأنا أنقلها لكم، لا حد يجي، لا حد يتعب نفسه ويجي ويقول انتخبوني. وأقسم بالله أي واحد يجي لا توبة من ذول الثلاثة ويقول انتخبوني اللي أنزل بي مقطع ثاني وثالث وصحف واحد، عمي لا تجون. إحنا ما ريتكم، إحنا اللي دمغير. أنتم جربناكم كل شيء ما سويتوا، شو هالشيء سويتوا؟ شو مدارس ابتدائية حتى مغاسل ما بيها، الإعدادية كان التدريس ماكو، المي مال الزراعة احنا ندفع فلوسه، رواتب الموظفين احنا ندفعها، وين صار هاي؟ ما ادري بيها حكومة. نصيحة من عندكم، لا تجون لا توبة. السلام عليكم ورحمة الله. ربما قد يكون هذا هو لسان حال المواطن العراقي في كل مكان في العراق، ليس فقط في المثنى، في كل المحافظات ربما. بعد 15 عاما من الوعود الكاذبة، بعد 15 عاما من السرقات ومن الفساد ومن ابتعاد السياسي عن الواقع المعيشي للمواطن وحياته وخدماته وغيرها، يأتي قبل كل انتخابات كما هو الحال لشراء الذمم، للضحك على المواطنين البسطاء ببعض السلع من أجل أن يعطوا أصواتهم لهذا السياسي. ولكن الآن العراقيين بدأوا يعون هذه المأساة الحقيقية التي يعيشون، بدأت الأصوات تتعالى رافضة لقدوم أي سياسي أو رؤية أي سياسي أو حتى انتخاب أي سياسي موجود حاليا في السلطة. ضمن الأخبار أيضا، حادث سير لإحدى ناقلات البضائع، سيارات النقل، قامت بسبب حادث سير طبعا بالوقوع على إحدى المناطق طبعا في محافظة البصرة. هذا الموضوع أدى إلى سقوط حمولة السيارة من مادة الحنطة على قارعة الطريق، قاد الموضوع إلى ذهاب المواطنين في البصرة إلى هذه الحنطة من أجل أخذها والاستفادة منها. وزارة التجارة، طبعا هذه السيارة كانت عائدة إلى وزارة التجارة، وزارة التجارة قامت بتحميل السائق المسؤولية المباشرة عن خسارة الحنطة، وطالبت السائق بدفع قيمة الحنطة كاملة إلى خزينة الوزارة. طبعا سنشاهد منظر ربما يقول البعض بأنه منظر غير حضاري، ولكن الفقر والجوع في العراق، في بلد من أغنى بلدان المنطقة، الفقر والجوع هو الذي يقود الناس إلى هذه الأعمال والتصرفات، فلنشاهد. Thank you.
طبعا نكمل في أخبارنا أيضا. مظاهرات في محافظات بعض محافظات كردستان العراق ضد قانون الادخار الذي أقرته حكومة الإقليم، وكذلك أيضا ضد نقص الخدمات في بعض المناطق في مناطق كردستان العراق، فلنشاهد. طبعا هذا الموضوع، يعني التحليلات التي جاءت على هذه القضية، الحكومة حكومة حيدر العبادي ربما تضع حكومة إقليم كردستان في وضع حرج عن طريق هذه التصرفات بإرسالها أموال الموظفين وهي منقوصة، وبالتالي تقود إلى هذه التظاهرات وإلى تأجيج هذا الوضع ربما من أجل الانتخابات القادمة بسبب صفقات سياسية أو غيرها. اللجنة المالية النيابية قالت بأنه الإقليم حكومة إقليم كردستان لديها المقدرة المادية من صادرات النفط وواردات السياحة وغيرها على أن تدفع أموال الموظفين. ترد الحكومة كردستان العراق بالمثل وتقول العبادي هو السبب وحكومة العبادي هو السبب. المتضرر الوحيد من هذه المأساة ومن هذه المشكلة السياسية هو المواطن الذي لا يتحصل على راتب كامل أو تتأخر الرواتب في كثير من الأحيان، وحتى الخدمات الآن هو يعاني. إذن العراقي يعاني سواء كان في الشمال في الجنوب أو في المحافظات الوسطى الغربية لا تفرق، بسبب سياسات خاطئة متبعة من كل الأطراف الموجودة في السلطة الآن في العراق. نراكم بعد قليل. في فقرة آراءكم، طبعا يستمر الحديث على موضوع الواقع الاقتصادي طبعا المنهار في العراق الآن، نقص الرواتب، البطالة، الفقر، حال الخريجين من وزارة التربية في العراق هو الموضوع الذي سنعرضه في فقرة آراءكم. سنعرض لحضراتكم الآن كيف أن كثير من هؤلاء الخريجين يعانون للحصول على وظيفة لكن دون جدوى. هذا الموضوع قاد أحد المحاضرين في المدارس، طبعا هو يعمل بدون راتب، يعمل لمدة 3 سنوات في عدد من المدارس في العراق بدون أن يتحصل على راتب، لعل وعسى أن تأتي الفرصة ليتعين في هذه المدرسة، ولكن وصل به الحال لحرق شهادة التخرج، ويعني بشكل مأساوي للأسف الشديد يعبر عن غضبه من الواقع الذي يعيشه الخريج العراقي، فلنشاهد. يعني الموضوع الآن ربما تأزم أكثر، قطع الشارع انقطع الشارع بسبب غضب المحاضرين اللي داومون مجانا على مدار فترة طويلة، بيهم اللي 5 سنوات وبيهم اللي 10 سنوات. هو السؤال قدامك، يعني ربما هذا اليا مرحلة وصلنا، اكو مسؤول يقدر يداوم له شهر واحد بدون راتب؟ هاي شهادتي قدامك، هذه شهادة أردها لأنه يعتقد ما إلها أهمية. محاضر 3 سنوات وخادم بأكثر من مدرسة ومعدلي 85، قسم عربي لغة عربية، وهاي شهادتي هي في دول الوطن، في دول الحرامية اللي إحنا نريدهم. ما شاء الله.
لا ما اخذنا بعد ما اخذنا نهائي. مشاهدينا الكرام نتابع التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. قدوة الزهراء تقول وليش تحرق الشهادة؟ ليش ما تحرق كراسيهم؟ ليش هذا الضعف والاستسلام؟ وجهة نظر. أيضا ضمن التعليقات منار تقول نفس حالتي، سنتي أنا أخذ محاضرات وحتى طلعت نسبة عالية للمدارس أو طلعت نسبة عالية للمدرسة وإجا كتاب شكر وتقدير وتالي كل شيء ما حصلت الله لي يوفقهم. أيضا ضمن التعليقات أحمد يقول طبعا يا عيني إذا أنت تنتخب نوري وغيرك ينتخب عموري وغيرك عنده تاج راس يدافع عنه طبعا ما راح تلقى تعيين وغيرك ما يلقى مستشفى ولا خدمات. هناك من يحمل هذا الشخص، ليس الشخص فقط، يعني هناك من يحمل الشعب مسؤولية ما يحدث لأنه هو الذي يذهب للانتخاب وهو الذي يختار الفاسدين. في تعليقات أخرى وائل يقول والله جريمة ونائب بالبرلمان شهادة بكالوريوس ما عنده وهاي الشباب عطالة بطالة الله يعينكم فعلا. ورافد الشمري يقول هاي الحكومة يا ناس تشتغل ضد شعبها سواء حكومة محلية أو مركزية، لك الله يا شعب طحت بين أيادي لا ترحم. آراء مختلفة وجهات نظر. هناك من يحمل الشعب مسؤولية هذه المأساة التي يعيشها، مأساة الفساد، البطالة، السرقات، الفقر، وهناك من يرى بأن الحكومة بسبب تسلطها وميليشياتها ودموياتها وأنها لا تكترث لصوت المواطن العراقي هي التي تفعل به هذه الأفعال، هي التي تقوده إلى حرق الشهادة وإلى التذمر وإلى غيرها. نذهب إلى فقرة هاشتاج لمتابعة مزيد من المواضيع. طبعا الموضوع في فقرة هاشتاج هو مسيرة العودة الكبرى، هاشتاج فلسطيني تحديدا، ودعونا نتابع التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. مسيرة العودة الكبرى، عبد العزيز يقول العودة هوية ثقافية ومفتاح فلسطيني لا يصدأ. وأيضا ضمن التغريدات زاهر يقول فلنجعل مسيرة العودة الكبرى وذكرى سبعينية النكبة بداية لتحقيق حلم العودة الذي طال انتظاره وخطوة عملية لنزع هذا الحق الفردي والجماعي الذي لا يقبل التفريط والتفويض أو التنازل أو لا يقبل التفريط أو التفويض أو التنازل. وأيضا ضمن التغريدات زياد يقول مسيرة العودة الكبرى سوف تكشف مدى ضعف وهشاشة هذا المحتل. وآخر التغريدات لدينا بهذا الوسم غزاوية تقول أنا راح أنزل وأشارك فيها لأني فلسطينية وبدي أطالب بحق العودة بطرق سلمية، إحنا جيل العودة شاء أو أبى الاحتلال. رسائل يوجهها الفلسطينيون إلى هذا المحتل مهما تجبر ومهما تغطرس ومهما حاول يهود هذه المدن والمناطق ويسيطر أكثر على فلسطين، فبها الشعب قادر على الصمود، أثبت الصمود في كثير من المواقف والأحيان، وحتى بغياب الدور العربي المساند الذي يجب أن يكون دورا مسانداً ما زال هذا الشعب صامدا وسيصمد إن شاء الله في المستقبل. نراكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام بفقرة بعد الهاشتاج مواضيع متنوعة سنعرضها لحضراتكم. أول موضوع هو في كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية أصدرت قرار أو قانون جديد بمنع الموظفين من الحصول على العمل الإضافي أو الدوام الإضافي. طبعا إن قارنا هذا الموضوع بدول أخرى كالعراق على سبيل المثال انظروا إلى الحال، هي وصلت إلى مرحلة بمنع الموظف من الحصول على الدوام الإضافي لإراحته ومنعه من الإرهاق والتعب. فلنشاهد.
فرق كبير ما بين دولة تعطيك الإجازة اللي ترتاح وبين دولة تعطيك الإجازة أو نصف السنة إجازات ليست لها أي قيمة أو معنى كالعراق. عموما في باكستان، من كوريا إلى باكستان في أخبارنا أيضا، مكتبة هي في حافلة للأطفال لدعم القراءة ودعم التثقيف بالنسبة للأطفال بشكل طبعا ملفت للانتباه، فلنشاهد. اولین بار این لباس از خبرا دیدم، بسیار خوشحالم که در اولین بار در افغانستان این لباس کتابخانه جور شده. باز هر روز من میامدم و وقتی که از کورس میامدم میدیدم که این لباس آمده، یعنی باز اولین باری که دیدم بسیار خوشحال شدم. We're in a strange situation. I don't know how many of us can really forget the pain that war has given us. Maybe children are too young to think about it, but I still feel that they can realize it. They understand what's going on in this country. طبعا الجولف في روسيا، جولف على الجليد، دائما تتابعون بأن الجولف هو موجود على الأراضي العشبية، ولكن أن ينتقل إلى الجليد هو أمر غريب قليلا، فلنتابع. وفي آخر المقاطع لدينا الروبوت أينشتاين، تصميم جديد على شكل العالم أينشتاين يعني تعابير طبعا ومحاولة لمحاكاة الواقع مع الإنسان والتفاعل أيضا بملامح وتصرفات طبقا للكلام الذي يقال لهذا الروبوت، يعني نوع جديد من التطور ولكن بشكل غريب بعض الشيء، فلنشاهد. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.